شنو أهم خطة حاطيها حتى تسووها بسنة 2021؟ الهدف اللي حابين توصلوا له؟ والله الأهداف هواية، وتعرف أنا دائما بالعادة أنه أخلي الأهداف صغيرة حتى أوصل للهدف. قريب وبعيد يعني؟ قريب وبعيد، فشوية اجتهاد على شوية حرص. تعرف قبل يعني كنت طير حر، ما تهمني هواية أشياء، مقيد ومسجون. لا هسا عندي ناس أشتغل على مودهم يعني، فأكيد يعني شوية بغير من البلان. المسؤولية صارت أكبر طبعا. مها شنو الشغلات؟ الحمد لله أنا عائلتي يعني الحمد لله مرتاحة وياها. طبعا زوجي وياي يشجعني في اعمالي كل شيء، بس انا يعني انزل اعمال جديده، مركزه على شغلي على السنه الجديده ان شاء الله باعمال. اكثر شيء يعني اتمنى شيء اوصل له. عشتي فتره طويله وانت عزابيه امام الزوجه، شلون الحياه بالزواج احلى والاستقرار؟ طبعا انت من جي نصف الثاني لك، يعني كل انسان يكون عنده نصف اللي هو يريده. يكون من خارج الوسط زوجك؟ هو من خارج الوسط. طبعا اوجه له تحيه. طبعا شاشتكم اقول اسمه لو لا لا ما يصير. بالنسبه يعني الشغل هو وياي اكو دعم من عنده، يعني ممكن اقول لك هو حسر شركه الانتاج الي بالضبط. دعم من عنده شغلي واستشارات يعني اكيد وياي، لان نشوف المراه او الرجل احنا واحد يحتاج الثاني، احنا يكمل الثاني. اي احنا نحتاج مثل ما قال يعني ابو تطبخين وهيك شيء اكي ها تطبخين وتنظفين. طبعا اكيد لازم الانسان يكون فنان في كل شيء، مو مجرد انا غني اوقف على مسرح، لا اقعد اسوي له الريوق والغداء والعشاء وكل شيء. يعني شو رايكم ظاهره الثنائيات؟ نبلش بعلي. ظاهره الثنائيات لما تلقى فنان وفنانه يظهرون ويطلعون نفسهم ويعرضون حياتهم كامله للناس على ريد كاربت سوا، يعني هيك نشوفوا هاي ثنائيات فنيه هيك حاليا بالعراق؟ ماكو هاي ثنائيات، يعني تبقى كل واحد وهو ذوقه هو اسلوب حياته. انا مثلا من النوع اللي ما احب هذه الاشياء. تحب الخصوصيه؟ احب الخصوصيه، ما احب انه اكله نزلت صورت الاكل دخلت ما اعرف وين. هاي الاشياء انا شخصيا ما تعجبني، بس تعجب هواي ناس. صحيح. فبالتالي يعني احترمهم واحترم اللي يقدموه، مثل ما يعني انتظر الناس تحترم خصوصيتي. ما هاشونيش ممكن نشوفك حسب الرجل هو يعني هو زوجي ما يقبل يعني على السوشيال ميديا. لا يعني هو ما عنده مانع اصلا يطلع وياي، بس نفس الوقت هو ما يعني لا ما يحب هذا الشيء. لا يقول لي فنك، هو له تجارته ولا شغله الخاص بي طبعا.